أهلا بكم طلابي، طلاب الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل ريفيجن. أول كيس اللي هي similarity of two triangles، لازم تبقى فاهم إن two equal angles، angle angle. الكيس الأولى دي اسمها angle angle، اتنين angle هنا equal اتنين angle هنا، يتكون السيميلاريتي. طبعا انا مش هشرح باستفاضه قوي، تمام؟ عشان انت عارف الكلام ده. 3 سايد بروبوشنال، لازم تبقى عارف ان اي بي اوفر اكس واي ايكوال بي سي ايكوال اوفر واي زد ايكوال سي اي اوفر زد اكس، يبقى ترينجل اي بي سي سيميلر اكس واي زد. 2 سايد اند انكلود انجل، اتنين سايد واتنين سايد بروبوشنال اند اتنين انجل، اتنين انجل اهو equal angle A equal angle X و AB over XY طلعت قد AC قد AC over XZ. 2 angle equal اهو، و 2 sides proportional، يحصل similar ما بين ال 2 triangle. similar يعني بقى triangle ده similar triangle، بقى ABC similar XYZ. طبعا Euclidean Euclid theorem Euclid، وفي ناس تقول Euclidean، تمام؟ لو انت عايز تجيب AP يبقى AP power 2 equal BD times BC، BD times BC. طب انت لو عايز تجيب AC يبقى AC power 2 equal CD times CB. طب انت عايز تجيب AD، AD power 2 equal DB times DC، DB times DC. طب في رول تاني، AD equal side ده times sorry side ده times side ده over AB times AC over CB، في AB ناقصين. طبعا الاتنين الشكلين دول أشهر شكلين عندنا. أول ما تلاقي parallel فتقول لمستر يبقى ترينجل الصغير similar ترينجل الكبير، يبقى ADE similar لل ABC، يبقى ABC similar لل ADE. ونفس الكلام هنا، الترينجل ده تلاقيه similar ده ADE similar ل ABC. نفس الكيس ده parallel ده، فس الترينجل الصغير similar للترينجل الكبير. عندنا دلوقتي لو عندنا اتنين ترينجل similar، تمام، الاريا بتاعتهم equal ratio side power 2 او ratio equal، او ينفع ratio perimeter power 2 او height power 2، تمام. طبعا ratio الاريا side 1 over side 2 power 2، perimeter 1 perimeter 2 power 2، height 1 height 2 power 2، تمام. أول كيس عندنا مشهورة جدا، congruent لتو congruent A intersection two chords. فأنت تقول لي طبق الرول AE times EB، AE times EB equal ED times EC، ED times EC. ده أول شكل، لما تلاقي circle وجواها اتنين chord intersection. الشكل التاني، اتنين chords عاملين intersection بس out بره، يبقى EB times EA، EB times EA equal ED times EC، equal ED times EC. ده بتاعت التانجنت، لما تلاقي تانجنت EA تانجنت، يبقى EA تانجنت EA power 2 equal EB times EC، EB times EC. خلاص؟ طيب، في ريشيو مشهورة جدا لازم تفهمها، لما تلاقي parallel الشكل ده، الترينجل ده مشهور، لما تلاقي الاتنين دول بارل، تمام، اي دي بارل سي بي، يظهر الريشيو دي اي دي اوفر دي بي ايكوال اي اي اوفر اي سي، الشكل الاولاني. وفي شكل مشهور جدا، اي دي اوفر اي بي ايكوال اي اي اوفر اي سي ايكوال اي دي اوفر سي بي، ده الشكل التاني مشهور جدا. طيب برضه نفس الكلام هنا، هتقف في الترينجل بصص AC over AC over طبعا CD equal CB over CE، CB over CE equal AB over ED. دي أول واحدة. التانية AC over ED كلها equal CB over BE كلها،
تاني AC over AD BC over BE. طبعا تاليس بتقول لك ايه؟ يقول لك لما تلاقي خطوط كتير بارين لازم على طول تكتشف ان ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده. طب بجد ده مستر اه اي جي اوفر اي اف ايكوال جي اي اوفر اف دي ايكوال اي سي اوفر دي بي. عارف ايكوال مين تاني؟ ايكوال اي سي اوفر اي بي. عارف مين ايكوال مين تاني؟ ايكوال اي دي اوفر اي اي. ده عادي كده مستر اه. عارف ايكوال مين تاني؟ ايكوال اي اف بي سوري جي اي سي جي سي. احنا بدأنا بالاي دي اه. بص كده يبقى اي جي اوفر اف ايكوال جي اي اوفر اف دي ايكوال اي سي اوفر دي بي ايكوال. هنكتب بقى ايكوال بقى بجد بقى ايه. كملها انت معايا. اي جي اي سي اوفر اي بي ايكوال اي اي اوفر اي دي ايكوال جي سي اوفر اف بي. ده عادي كده مستر. كل دي ريشيوز كل دي ريشيوز وهتلاقيها صح. هنا سبيشال كيس من تليس يقول لك هنا لو حصل ان ده بارل ده بارل ده كل دول خطوط بارل والسايد ده قد السايد ده قد السايد ده واي جي قد جي اي قد الاي سي يبقى زير فور ان ده قد ده قد ده اي اف ايكوال اف دي ايكوال دي بي. بس كده طبعا دي رولز مهمة وهنحل عليها دلوقتي. نبدأ مع بعض نفتكر مع بعض الريديان والسنترال والارك. ده اكتب الرول ده جنبك طالما طلب منك ارك وطلب منك ده سنترال انجل لازم تكتب الرول ده قدامك. سيتا راد وهنا ريديوس وهنا الارك لينس. يبقى ده الارك لينس ده ريديوس وده سنتر لينك. شوف بقى مديني ايه بيقول لي ريديان اوف ذا سنترال انجل طالب السيتا راد وعايز طالب which subtended an arc length الارك اللي هو الارك لينس اللي هو ال equal 5 سنتيمتر and in the circle and the diameter مديك الديامتر ب 10 يبقى الريديوس ايكوال 5 نص الديامتر. طيب هو طالب سيتا راد فقلت له سيتا راد ايكوال الارك لينس اللي هو كام الارك لينس اللي هو 5 اوفر 5 ريديوس 1 يبقى الإجابة 1 راد. The measure of the smallest positive angle equivalent للأنجل دي طبعا هنعمل بلس 300 دي 60 يبقى نيجاتيف 870 طبعا بلس 360 هيديني نيجاتيف تاني. نعملها كم مرة؟ 3 تايمز 3 مرات هيدينا 210. بيقول لك هنا if theta in the measure of the erected angle drawn in standard position where sine theta less than zero. ايه ده ايه ده ايه ده تاني. قال لك الساين ثيتا is the zero in which quadrant does terminal side of the angle theta lies. قلت له معنى كده ان الساين نيجاتيف. قلت له من كلمة أستك أنا عارف وفاكر إن الـ A الـ positive S يعني الساين بس هي الـ positive والباقي
هنا طبعا الساين بوزيتيف، هنا كله بوزيتيف، لكن هنا التن بس وهنا الكوزاين بس بوزيتيف والباقي نيجاتيف، يبقى اكيد الساين هنا نيجاتيف والساين هنا نيجاتيف. فين وفين؟ هو بيقول لي الزين الزيرو، فمعناها انها نيجاتيف. فقلت له خلاص في الثيرد والفورث، يبقى في الثيرد والفورث الساين نيجاتيف. هنا سؤال جميل بيقول لي 6 سيتا ايكوال 2، فقلت له السك انا ما بعرفش اشتغلها، حولها لي كوزاين، مش سك مقلوب الكوزاين. قلت له طب خلاص شيل كلمه سيك واكتب 1 اوفر كوزاين سيتا ايكوال 2. طب انا عايز اشقلب الكوزاين اخليها كوزاين بس، بدل ما هي 1 اوفر كوزاين كوزاين، فكوزاين السيتا طالما شقلبت خليتها كوزاين اوفر 1، يبقى كده هشقلب النمبر اخليه بدل ما هو 2 اوفر 1 اخليه 1 اوفر ايه، يبقى كوزاين سيتا ايكوال هاف. شفت كوزاين السيتا فجبت على طول السيتا ايكوال 60. بيقول لي 10 بي بلس 10 سي 5 اوفر 2، فالبي سي كام؟ طيب كله مركز معايا، 10 بي اوفر 10 نجيب 10 بي، يلا 10 بي ايكوال 10 البي اوبزيت اوفر ادجيسنت. يعني ايه دي الاوبزيت اوفر الادجيسنت؟ دي بي يبقى 4 اوفر دي بي، ده انا فاهم صح. هات لي كده تاني السي يا عم، تان سي ايكوال اوبزيت اوفر اللي هي الفور اوفر الادجيسنت سي دي. قلت له تمام، ده بلس ده بكام؟ 10 بي بلس 10 سي، يبقى ده بلس ده، وهو لو قلت ده بلس ده صح، يبقى 4 اوفر دي بي. تمام طبعا، يعني هو سؤال ماشي نكمل. 4 اوفر دي بي بلس 4 اوفر سي دي، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 5 اوفر 2. طبعا انت عارف ان انا دلوقتي هعمل حاجات كتير جدا صعبة، يعني هعمل كذا حاجة صعبة. بص كده، يبقى كتبت ده بلس ده ايكوال 5 اوفر 2، اعمل حرف لا عشان نعمل بلس، يلا ده تايمز ده يبقى دي بي دي او دي بي مش هتفرق، تايمز سي دي، وده تايمز ده يبقى 4 سي دي بلس ده تايمز ده 4 بي دي ايكوال 5 اوفر 2. كله مركز معايا؟ اه طبعا هي صعبة شوية لكن في حد ذاتها جميل. تقول لي مستر طب كم؟ يلا بعد كده بص 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 الجمال، هاخد الفور من هنا كومن فاكتور، يبقى سي دي بلس بي دي، أخدت الفور من هنا وهنا كومن فاكتور اوفر بي دي تايمز سي دي ايكوال 5 اوفر 2. بص الحركة دي، بص بص بقى ركز معايا، فاكر انت يوكليد لما كان بيقول لنا ده باور 2 اي دي باور 2، ده يوكليد ايكوال دي بي تايمز دي سي، دي بي تايمز دي سي. قلت له اي دي بكام؟ اي دي ب 4، يبقى 4 باور 2 ايكوال دي بي تايمز دي سي اللي هي بي دي سي دي، فهشيل دول واحط مكانها 4 باور 2 اللي هو 16، وهنا 4 وهنا دي سي بلس بي دي ايكوال 5 اوفر 2. تعالى هنا ركز معايا يلا عشان نخلص المسألة، مش دي سي بلس دي بي بي سي بي كلها؟ اه تصدق ممكن اشيل دي واكتب مكانها سي بي، يبقى 4 سي بي او بي سي مش تفرق اوفر 16 ايكوال 5 اوفر 2. تصدق صح، تعالى نعمل كروس مالتيبليكيشن. تقدر تقول لي يا مستر اجيب 4 سي بي ايكوال 16 تايمز 5 اوفر 2. طبعا 16 تايمز كروس مالتيبليكيشن 16 تايمز 5 اوفر 2 ايكوال 40، يبقى سي بي ايكوال 40
ديفايدد 4 ايكوال 10 سنتيمتر. مسألة جميلة جدا جدا جدا. تمام. The length of the string of the simple pendulum is 14. يعني كده بص كده، string يعني ايه؟ خيط ب 14. And the sewing through an angle، عمل يعني لف انجل، هو ده البندلة، عمل انجل كده، لف كده بانجل 1 over 10 بار. عايز الارك لينس، الارك لينس ده قلت له بسيطة، هنجيب الارك لينس اللي هو ال. طبعا لازم تبقى حافظ الرول بتاعك اللي هو هنا إيه. arc length هنا سيتا راد، هنا radius. فقلت له الارك لينس ال r times سيتا راد، ال r بكام؟ ب 14 times سيتا راد، السيتا راد ب 1 over 10 بار. طبعا 1 over 10 بار مفيش حاجة. طب بيطلع كام بقى معاك؟ تقول له مستر 14 times 1 over 10 تطلع 4.3، 4.39 يبقى 4.4، 4.4 سنتيمتر. بيقول لك whose angle 9 over، طبعا في انه كواد قلت له 9 تايم الشيل بيحط 180 over 4. تطلع equal 405. طب ما 405 دي كبيرة، شيل منها 306، 405 minus 360 405 minus 360 equal 45. فأنا قاعد في الفيرست. The degree measure of central angle in the circle radius 6 and the opposite arc length 3 by. قلت له طيب دلوقتي أنا معايا radius equal 6، معايا الارك length 3 by، طالب الانجل. قلت له بسيطة، السيتا راد كول، حافظ الرول اكتب هنا سيتا راد، هنا ريديوس، هنا ارك لينس ار ار، يعني سيتا راد اللي انا عايزها ال اوفر ار، ال بكام؟ ال ب 6 اوفر ار 3 بار ايكوال كانسل كانسل 2 اوفر بار، اعكسها سوري معكوسة دي غلط، في حاجة غلط. ال L هي اللي بستري باي سوري over radius اللي هو 6، تطلع معانا half باي باي over اللي هي طبعا 45 باي over 2 اللي هي 90. مش عارف شيل يبقى 6 degree equal 180، شيل الباي وحطيت 180 divided to equal 90 degree. The angle equivalent ل angle تاني بيقول لك نيجاتيف 3.3 7.3 راد ان ايكويفالنت انجل ان ديجري. قلت له طيب لازم احولها الاول، لازم احافظ الرول بتاعي سيتا ديجري سيتا راد 180 تحت الديجري، نكتب 180 تحت الراد باي. طبعا سيتا ديجري انا عايز اعرفها بكام، اوفر 180 ايكوال سيتا راد اللي هي عندي نيجاتيف 7.3 اوفر باي، يبقى سيتا ديجري ايكوال نيجاتيف 7.3
0.3 تايمز 180 اوفر باي ايكوالز نيجاتيف 418.2 259 شوية حاجات كتير جدا. طبعا انت هتحولها لديجري، خلاص انت ايه هتحولها لديجري. فتقول لي يا مستر دلوقتي دي بالنيجاتيف، انا عايزها بالبوستيف. تقول له طيب هنعمل بلس 300 ايه 60 لسه نيجاتيف، نعمل لها كمان بلس 360 خلاص هتطلع علينا ايكوال 301 ديجري اند 44 مينيت اند 26 سكند 0.91. طبعا ال 9 دي بتزود واحد على 26 تبقى 27، يبقى الانسر بي. هنا بيقول لك ريديان الارك ب 3 ان سيركل الديامتر ب 4 يبقى الريديوس 2. الرول المشهور ارك لينث سيتا ريديان ريديوس هو طالب ذا ريديان ميجر. تقول له انا عايز سيتا راد، سيتا راد ايكوال الارك لينث اوفر ريديوس الارك ب 3 اوفر ريديوس ب 2 يبقى 3 اوفر 2 راد. هنا بيقول لك الساين اكبر من الزي، يعني دي حاجات بديهية يعني مفيهاش مشكلة. تقول له مستر بديهية ازاي الساين برقم بوزيتيف؟ طيب حلو ان الساين بوزيتيف والتان نيجاتيف. طيب والتان نيجاتيف غريبة دي يا مستر، يدور على كلمة أستك. هو دلوقتي الساين بوزيتيف فين وفين؟ قلت له الساين بوزيتيف هنا وهنا. طب التان نيجاتيف فين، هنا ولا هنا؟ قلت له التان في الفيرست بوزيتيف، مش هو بيسألني إنها نيجاتيف، هي نيجاتيف يبقى أكيد دي مش هنا، يبقى أكيد الإجابة الصحيحة في السكند. ساين سيتا يكون نيجاتيف اب، قلت له يبقى ساين سيتا يكون نيجاتيف اب، يعني معناها هو رقم الساين دي نيجاتيف. حلو الساين نيجاتيف، عرفنا ان الساين نيجاتيف. طيب التان، قال التان سيتا اكبر من الزيرو معناها ان التان دي بوزيتيف. قلت له حلو خش على كلمة استك نكشف عن الكلمة عن النيجاتيف والبوستيف. دلوقتي الساين هي نيجاتيف فين وفين؟ قلت لك الساين هنا بوستيف مش دعوة بيها، وفي الفيرست بوستيف هي نيجاتيف هنا وهنا في السيرد وفي الفورس. طب التان بوستيف فين؟ قلت له في السيرد بس عشان رمز التي، يبقى مش خزر، يبقى في السيرد بس، يبقى أكيد الأنجل في السيرد بكام؟ ما بين 210 عشان هنا زيرو، هنا 90، هنا 180، هنا 270، يبقى أكيد في الثيرد عشان التان بوزيتيف في الثيرد والساين برضو نيجاتيف في الثيرد. طب أنا ممكن أحلها بطريقة تاني بس يعني حلوة دي، دي خفيفة ودي سهلة بتخطفها بسرعة. دي مسألة جميلة بيقول لك يونت سيركل، كلمة يونت سيركل يعني ريديوس بون، قلت له يبقى من أول إيه ده ريديوس بون. هات لنا كده كوزاين السيتا، كوزاين قلت له كوزاين الادجيسنت اللي هو ده اوفر الهايبوتنس كول، يبقى 1 اوفر او بي. قلت له انا عايز او بي بس مش عايز ال 1 اوفر او بي. قلت له اقلب، قلبت يبقى قال لي او بي بس من غير يعني قلبت الاو بي، بدل ما هي 1 اوفر او بي كتبت او بي اوفر 1، طالما قلبت ده يبقى قلب ده يبقى 1 اوفر كوزاين، يبقى او بي بس ايكوال 1 اوفر كوزاين سيتا اللي هي بسك سيتا، يبقى الإجابة سك سيتا.
the length of the arc in a circle equals 3 over 8 of the circumference. Length الارك arc length equals 3 over 8 circumference. طب ما كده معناه السيركمفرنس أساسا يبقى 3 over 8 circumference ب 2 by r. 2 تكنسل مع ال 8 تدينا 4 تحت، يبقى 3 over 4 by r. صح كده؟ قلت له صح. Then the measure of central angle subtending in the this arc in degrees. قلت له يبقى المستر انت عايز تجيب ايه يا مستر؟ قلت له انا عايز اعرف الانجل. قلت له خلاص، طب الرول اللي احنا حافظينه هنا مين؟ هنا الارك لينس، هنا مين؟ هنا السي. ماشي، هنا السيتا راد مش تفرق يعني. قلت له السيتا راد دي equal ايه؟ الارك لينس اوفر ريديس. الارك لينس هو الارك 3 over 4 باي ار اوفر ار، كنسل ار مع ار دينا 3 over 4 باي. طب انا عايزها في 6 ديجري، يبقى 3 over 4 تايمز 180. انا شلت الباي وكتبت 180. طبعا لما تبقى 1 راد بنقول عليها راديان انجل، اسمها راديان انجل. نيجي بقى عند الأسئلة القوية المهمة. The measure of the angle، أول ما سمعت كلمة يونت سيركل تقول على طول x باور 2 بلس y باور يونت سيركل يعني radius point، واكتب الرول بتاعها x باور 2 بلس y باور 2 equal. ده رول يونت سيركل عشان قال لي يونت ايه؟ يونت سيركل. قلت له radius point وكتبت الرول. ده مكان ال x فده 1 over 2 باور 2، وال y ب y يبقى y باور 2 بس equal 1. وديت ال half هناك يبقى y باور 2 equal 1 minus 1 over 2 باور 2 equal ب 3 over 4. يبقى y باور 2 equal 3 over 4. طبعا يبقى ال y بس خدنا روت تدينا positive negative root 3 over 4. طبعا انا هاخد، هو قال لك ال y greater than 0 يعني ال y اكبر من 0 since ان ال y greater than 0، فكده انا اكيد ال y دي بالايه؟ بال positive. فانا هاخد ال positive root 3 over 4. طبعا هيجي لي طالب يقول لي يا مستر انت كاتب positive ليه؟ يا عم مش مزعلك، شيلها يا عم، شيل خالص البوست، ما تزعلش نفسك. يبقى روت 3 اوفر 2 لما احطها على الكالكوليتر. يبقى احنا معانا بوينت اسمها هاف، و في الواي جبناها بروت 3 اوفر. طبعا انت طالب ذكي وفاهم جدا 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 ان اللي هو ان الاكس هو الكوزاين والواي هي الساين. يبقى هو طالب مني ساين سيتا، قلت له ساين سيتا روت 3 اوفر 2. مسألة حلوة يعني، خفيفة ما فيهاش حاجة. طبعا جينا هنا عند بقى مسألة صعبة وجميلة وبتيجي في الايسي كويشنز. يلا بينا. دي فرصة حلوة انك تتدرب على السؤال بالشكل ده. اول حاجة هو بيجيب لك سيتا بيلونج تو حاجة معينة، فاكتبها على جنب كده عشان استفاد منها. سيتا بيلونج تو من 3 باي اوفر 2 لحد 2 باي، يعني من الاخر كده من ال 270، جرب كده خلي الباي 180 لحد ال 360. طبعا دي في انه كواد على طول هتقول له مستر دي في الفورث كواد. يبقى لازم تعرف ان السيتا دي فين في انه كواد، تسأل نفسك. بعد كده تبدأ تشوف ايه اللي مديهولك من الفانكشنز، ساين ولا كوزاين ولا تان ولا سيك ولا كوسيك ولا كوتان، حاجة من الحاجات دي. هو مديني هنا الساين، ساين سيتا ايكوال نيجاتيف 24 اوفر 25. تمام. أبدأ دلوقتي أرسم الرسمة بتاعتي. كله يركز في ازاي برسم الرسمة.
اكس واي اكس داش واي داش. نغير لون القلم. يلا اول حاجه احنا قلنا في انه كويس احنا في الفورس. يبقى اللون دي احمر تاني في الفورس. فين الفورس؟ ده فيرست، ده سكند، ده سيرد، ده فورس. تشد لاين من الاورجن كده وتقفله على الاكس اكسس كده، دايما بيتقفل على الاكس اكسس، تكون انجل 90. خلاص تسمي دي او دي بي، ده ايه بس كانوا تراينجل. دايما دايما اللاين اللي انت شديته ده مع تعمله، تعمل السيتا مع الاكس اكسس. خلاص طيب انت عارف ساين سيتا هي الاوبزيت اوفر الهايبوتنس، فالاوبزيت اسمه الاوبزيت نيجاتيف 24 اوفر هايبوتنس 25. صح كده، صح جدا. طب انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ يا مستر انت عايز تجيب او بي السايد ده، فتقول لي يا مستر السايد ده ايكوال الاو بي على جنبين، او بي ايكوال سكوير روت. سكوير روت مين يا مستر؟ 25 باور 2 ماينس نيجاتيف 24 باور 2. ممكن ما تحطش النيجاتيف، تخلص تخلص نفسك. تمام، تقول لك انا ب 7، يبقى الحته اللي فوق دي ب 7 اللي هي الاو بي. تبدا تشوف هو طالب منك ايه، طالب مني ساين سيتا بلس كوساين سيتا اوفر ساين سيتا. يبقى انا محتاج اول حاجه اجيب الساين، والساين هي الاوبزيت، يبقى ساين سيتا هي الاوبزيت اوفر الهايبوتنس نيجاتيف 24 اوفر 25. ثانيا كوساين سيتا adjacent اللي هو 7 اوفر هايبوتنس 7 اوفر 25. تشد لاين الساين بكام؟ بنيجاتيف 24 اوفر 25 بلس الكوزين 7 اوفر 25 اوفر الساين بنيجاتيف 24 اوفر 25. طبعا الجزء اللي فوق ده هيكون ب 17 اوفر 25 ونيجاتيف 24 اوفر 25، كانسل كانسل، يبقى 17 اوفر نيجاتيف 24، لا نيجاتيف 17 اوفر 24. او احطها على الكالكوليتر يعني. مسألة كانت جميلة، ما فيهاش حاجة. طبعا هنا هنخش على types of roots. قال لك التو روتس للايكويشن دي are equal. كلمة are equal يعني الديسكريمنت ايكوال زيرو. فأنا قلت له نطلع الـ A والـ B والـ C، الـ A ب 4، الـ B بنيجاتيف 12، زي ما قلنا يعني discriminant equal 0. طلع الـ A ب 4، الـ B بنيجاتيف 12، الـ C بـ C. قلت له discriminant equal b square minus 4ac، لازم يكون equal 0. ليه؟ عشان ال types of roots are equal. وقال لك if two roots of the equation equal، ال two roots of the equation زي equal. تقول له مستر مستر طب ما دي سهلة، نكمل وافهمك في حالة تاني. خلي بالك تقول لي مستر البي بكام؟ بنيجاتيف 12 باور 2 ماينس 4 تايمز ال A ب 4 تايمز ال C ب C كل ده ب 0. 144 ماينس 4 تايمز 4 ب 16 C ايكوال 0. هات ال 100 دلوقتي، ال 144 الناحية التانية، تقول لي يبقى نيجاتيف 16 C ايكوال نيجاتيف 144. ودي النيجاتيف، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، ودي 16 بالديفايدد، يبقى سي ايكوال 144.
144 divided 16 equal 9. 144 over 16 equal 9، يبقى الإجابة 9. شفت سؤال إزاي؟ ولا في أي حاجة. طبعا في حالة تانية بس أصعب، ليه خلينا في السهل الجميل ده؟ بيقول لك هنا if two roots of the equation different and real، different and real يعني discriminant greater than zero. أنت عندك ثلاث أنواع، different و real، ده discriminant greater than zero. طب real و equal زي اللي فاتت، ده discriminant equal zero. لسه التانية جاية، النوع التالت، يبقى discriminant greater than zero. طلع ال A، طلع ال B، طلع ال C. تمام، يبقى ال discriminant equal B square minus 4AC، لازم يبقى يكون greater than zero. ال B ب negative 6 power 2 minus 4 times ال A 1 times ال C ب K، أكيد greater than zero عشان هو قال لي ال discriminant ال roots different. نيجاتيف 16 باور 2 ب 36، نيجاتيف 6 باور 2 اسف ب 36، 4 تايمز 1 تايمز كي تايمز كي ب 4 كي جريتر ذان الزيرو. ودي ال 36 بعكس الساين، يبقى نيجاتيف 4 كي جريتر ذان نيجاتيف 36. بص بص الحركة دي، ده رقم نيجاتيف شايفه، هتوديه هناك بالديفا، يبقى كي أول ما تسحب رقم نيجاتيف أنت هتودي ديفايدد نيجاتيف 4. أول ما تودي ديفايدد رقم نيجاتيف غير ساين السمكة، بق السمكة ده هيتغير. بص هيبقى إيه كده، تبقى نيجاتيف 36 ديفايدد نيجاتيف 4 يبقى ب 9، يبقى ال K للزان ال 9 أصغر من، يبقى ال K بيلونج تو من نيجاتيف انفينيتي لحد، عشان الكي صغيرة، الكي صغيرة احفظ الكلام ده، الكي صغيرة يبقى بتمشي ناحية النيجاتيف انفينيتي، يعني الكي ب 8 ب 7 ب 9 ب 2 ب 1 نيجاتيف 1 لغاية نيجاتيف انفينيتي، يبقى بتمشي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 9، وال 9 ده عشان مفيش، طبعا لو حطيتها ايكوال كده كنت عملت كلوز بس دي اوبن، يبقى الإجابة بتاعتك من نيجاتيف انفينيتي ل 9 اوبن. خلي بالك السؤال ده مهم، أو جات لك بص بس مفيش وقت، أو جات على طول. الروتس اوف اي كومبلكس اند كونجكيت، دي تقول الديسكريمنت للزان الزيرو صغير، الديسكريمنت يطلع بالرقم نيجاتيف، الديسكريمنت اوف بي سكوير ماينس 4 اي سي للزان الزيرو. أول واحدة على طول، دخلنا بعد كده على الصم عايز الكي، قلت له مديك التروس ال و2 ماينس ال، قلت له أول حاجة هنجيب الصم ال بلس 2 نيجاتيف ال، نيجاتيف ال تكنسل مع بوزيتيف ال، يتفضل تروس بالصم. الصم اللي هو اساسا ده بالرول، دول بالروتس باستخدام ده بلس ده. طب ما انت عندك ان هو ده ايكوال نيجاتيف بي اوفر ايه، نيجاتيف بي رقم من جنب الاكس كي، يبقى نيجاتيف كي اوفر ال 1 يبقى ايكوال نيجاتيف كي. طب ما ده ايكوال ده، يبقى نيجاتيف كي ايكوال 2، يبقى كي بس اكيد بي نيجاتيف 2، ودي النيجاتيف هناك عند ال 2. كلمة multiplicative معناها إن ال product equal 1، ال product equal 1 يعني ال C over A equal 1، يعني إيه من الآخر كده A equal C. أنا جايبها لك من الآخر، خلصت الموضوع، تسمع multiplicative inverse تقول لي A equal C، طيب ماشي، طلع ال A وال B وال C، ال A بال 3 وال B نيجاتيف كي بلس 2 الرقم اللي جنب اكس، والسي انت الرقم اللي مفيهوش اكس، اكس باور كي باور 2 بلس 2 كي ده السي.
احنا قلنا الايه كوارتز سي، السي اللي هو ده يكوال الايه، يبقى كي باور 2 بلس 2 كي يكوال 3. دخل السي بعكس الساين يبقى الكي باور 2 بلس 2 كي ماينس 3 يكوال 0. هتفتح حطها على الكالكوليتر 1 و2 ونيجاتيف 3، حطها على الكالكوليتر تطلع الاجابه على طول. بس عشان انا مش عايز استخدم الكالكوليتر هكتبها بايدي. تمام. آه طبعا 2 تايمز 3 تايمز 1، ده بوزيتيف وده نيجاتيف. تمام خلاص، يبقى كي اور اف كي ايكوال، وادي 3 بعكس الساين بنيجاتيف 3 وكي ايكوال 1، دي الإجابة بتاعتنا. يبقى الكي بنيجاتيف 3 1 نيجاتيف 3، يبقى الإجابة لتر اي. أنا بيقول لك اديتيف انفرس، كلمة اديتيف انفرس في حد ذاتها معناها البي ايكوال 0. طب يلا بينا نفك المسألة الأول. طبعا أجيب مسألة صعبة شوية عشان فيها فك وكلام كلام كبير يعني. فك البراكت ليبل الأول باور 2 كي باور 2 أول تايمز 10 تايمز 2 يبقى 2 كي إكس، إكس تايمز كي بإكس كي تايمز 2 يبقى 2 كي إكس أو كي أو 2 كي إكس كي مش تفرق يعني، ماينس 6 إكس كل ده يكون صفر. أنا فكيت البراكت ده الأول، اسمعني بقى وانت بتشغل بقى. اكس باور 2 يتكتب الاول، اللي فيه اكس ده ناخده على جنب كده، ناخد الاكس منه كومن فاكتور، افتح براكت، خدت الاكس من هنا يتفضل 2k، خدت الاكس من هنا يتفضل نيجاتيف 6، والاكس طلعتها بره شايفها موجوده، لو عايز تدخلها جوه هتدخلها، اكس تايمز 2k ب 2k اكس، اكس تايمز 6 ب 6 اكس، شفت ما عملتش حاجه، اتفضل كي باور 2 حطيته بره يعني. كل ده بزيرو. انا قلت له مالتبلي اديتيف انفرس يبقى بي بزيرو، خدت البي اللي هو الرقم اللي جنب الاكس. طبعا انت عارف ان الاي بكام هنا بعد ما فكينا الحمد لله المساله، الاي 1 البي ب 2 كي ماينس 6 سي كي باور 2، اللي احنا قلنا ايه البي بزيرو، البي اللي هي 2 كي ماينس 6 ايكوال 0، ودي 6 هناك يبقى 2k ايكوال 6 بس عشان دي منك تروح هناك بوزيتيف، ديفايد 2 يبقى ال k ايكوال 6 ديفايد 2 3 يبقى ال k ب 3. سؤال حلو ما فيهاش حاجة يعني، اهو قال لك ليه. اه حلو السؤال ده، وقال لك ليه وسكت. احنا عندنا كام نوع من الريل؟ بص اسمع، عندنا ريل وديفرنت وريل وايكوال. طب ده انه ريل فيهم يا مستر؟ الاثنين. طب ريل وديفرنت ريل وديفرنت يبقى الديسكريمنت اكبر من الزيرو. طب ريل وايكوال الديسكريمنت ايكوال الزيرو، يبقى اكتبها انا ايه، ديسكريمنت اكبر اور ايكوال الزيرو، الاثنين مع بعض. طلع الاي والسي، الاي 1 يبقى الديسكريمنت b سكوير ماينس 4ac أكبر من مين؟ أو إيكوال z، ال b ب 4 ماينس ال 4 تايمز ال a 1 تايمز ال c بك، كل ده greater than or equal 0. خلاص دي 4 باور 2، 4 باور 2 ب 16 ماينس 4 تايمز 1 تايمز k ب 4k greater than or equal 0، what the 16 box is sign يبقى negative 4k greater than or equal sorry 16 هناك تروح بنيجاتيف 16 عشان 16 هنا بالبوست تروح هناك بنيجاتيف، ودي النيجاتيف 4 بالديفايد. انت فاكر لما قلت لك لما تعمل ديفايد رقم نيجاتيف هناك الساين السمكة صح؟ يبقى الكي على طول كده نيجاتيف 16 ديفايد نيجاتيف 4 ب 4، يبقى الكي صغيرة يبقى الكي بيلونج تو. طبعا الكي صغيرة تبقى امشي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 4، طبعا الفور كلوزد ليه؟ عشان فيه اور ايكوال الشرطه الثانيه اللي تحت دي شايفها، يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد الفور كلوزد. سؤال حلو، السؤال ده مميز بقى. هنا جاب لك ايه؟
طبعا انت عارف ان دول التوروتس الانترسكشن الكيرف عامل انترسكشن مع الاكس اكس في طول 5، يبقى احنا معانا طول 5 دول الروتس. طب خد بالك بقى من المعلومة دي، هبدأ اجيب السم. السم احنا بنطلع الاي والبي والسي، الاي اهو والبي اللي جنب الاكس والسي. السم بيقول لك نيجاتيف بي اوفر اي، اللي هي نيجاتيف بي اللي هي البي سمول اوفر اي، ده السم ايكوال سم التو روتس 2 5 7. طب البرودكت تقول لي مستر برودكت سي اوفر اي، اللي هي السي اوفر اي 2 تايمز 5 ب 10. في مشكلة؟ لا مفيش. بص الحركة دي بقى، شايفين الاكسبريشن ده؟ ده اسمه بي اوفر اي بلس سي اوفر اي. احنا عندنا دلوقتي ايه الجيفن؟ عندنا نيجاتيف بي اوفر اي ايكوال 7، وعندنا سي اوفر اي ايكوال 10. انا دلوقتي عايز اشيل النيجاتيف ده، رحت مدي لل 7، بقت دي شكلها كده. بصوا بي اوفر اي ايكوال نيجاتيف 7، نيجاتيف 7. يبقى رحت للمسألة قلت له بي بلس سي اوفر اي ايكوال بي اوفر اي بلس سي اوفر اي. البي اوفر اي شلتها وكتبت مكانها نيجاتيف 7 بلس سي اوفر اي بكام؟ ب 10. نيجاتيف 7 و10 ب 3. سؤال حلو ده، سؤال جامد جدا. برضو هنا سؤال جميل، اللي هو ام ار تو روتس اوف ذا ايكويشن، يقول لك ال بار 2 بس ام بار 2 يكون على مهلنا في المسألة. أول حاجة هبدأ أجيب أحط هنا الشغل العادي. إيه هو الشغل العادي؟ بص كده x بار 2 ماينس 8 x ماينس 8 x بلس c equal 0. فقلت له أطلع ال a، ال a كان ب 1 وال b بنيجاتيف 8 وال c ب c. هنجيب السم نيجاتيف بي اوفر اي ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي، يعني نيجاتيف نيجاتيف تبقى 8 اوفر 1 ب 8. يبقى دي معناها ان ال بلس ام ايكوال 8. نجيب البرودكت سي اوفر اي سي في سي اوفر 1 بسي، دي معناها ال ال ام ايكوال. نروح للايه؟ للاكسبريشن، نبدأ نفكه ال بار 2 بلس ام بار 2 ايكوال 40. تمام، ده بيتفك ازاي بقى؟ بيتفك اهو، اول رول ال بلس ام ال اول بار 2 ماينس 2 ال ام. ال بلس ام قول لي ال بلس ام ب 8 ايكوال 40، ال بلس ام ب 8 باور 2 ماينس 2 ال ام، ال ام ب سي، ال ام ب سي ايكوال 8 باور 2 ب 64 ماينس 2 سي ايكوال 40. ادي 64 هناك، يبقى نيجاتيف 2 سي ايكوال 40، و60 راحت بنيجاتيف 64، يبقى نيجاتيف 2 سي ايكوال ده ماينس ده بنيجاتيف 24. وادي النيجاتيف، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، وادي 2 بالديفايد، يبقى سي ايكوال 24 ديفايد 2 ايكوال 12. مسألة جميلة، ودي مسألة جميلة. بيقول لك ال L واحد من الروتس، فانت ممكن تشيل كل ايه اكس وتحط، يبقى 3 L باور 2 بلس 4 L ماينس 5.
ايكوال زيرو. بص بمنتهى البساطة، ودي طبعا انت طالب ذكي، ودي النيجاتيف 5 يبقى 3L باور 2 ماينس 4L ايكوال 5، مش 3L باور 2 بلس 4L هي دي، دي بلس، اسف، 3L باور 2 بلس 4L ايكوال كام؟ 5. يعني شيل دي واكتب مكانها كام؟ 5 بلس 5، 5 بلس 5 بتل. ما عملتش حاجة، ظبطت الايكويشن دي من الروتس، بتعمل ساتسفاينج الايكويشن، شلت كل اكس وحطيت ال بس كده، وديت النيجاتيف 5 ب 5 وعوضت، طلعت 5 بلس 5 ب 10. السؤال ده صعب شوية، فورم زي كواتيك. السؤال ده بيجي طبعا اي سي كويشنز، لازم تبقى عارف ان ده اي سي كويشنز، اسئلة مقالية، فانت بمنتهى البساطة تحلها. ده بيقول لك فورم بيديك ال وام، تو روتس الايكويشن دي كلها، then the equation، عايز الايكويشن بتاعت ال ال over 4 و m over 4. جميلة جدا. أول حاجة ال old x 2 x power 2 minus 3 x minus 6 equals 0. طلع ال a وال b وال c، مستر طلعنا ال a وال b وال c، طلعتها خلاص. وبعدين هنجيب السم ال plus m، الصم الأول نيجاتيف بي أوفر إيه، طب النيجاتيف بي هي نيجاتيف 3، يبقى 3 أوفر إيه بكام؟ ده نيجاتيف بي أوفر إيه، البي اللي هو ده نيجاتيف نيجاتيف يبقى بوزيتيف 3 أوفر 2، وال إم إيكوال سي أوفر إيه، سي الرقم اللي قاعد لوحده هو نيجاتيف 6 أوفر 2 بيكون نيجاتيف 3، يبقى ال ام ايه نيجاتيف 3. نخش بعد كده على النيو، احكي لي بقى يا مستر عن النيو، الروتس بتاعتها ال اوفر 4 و ام اوفر 4. هنعمل اول حاجه نجيب السم ال اوفر 4 بلس ام اوفر 4، طبعا ال 4 تحت زي اللي تحت، يبقى 4 واحده ال بلس ام. ما ال بلس ام بكام؟ 3 اوفر 2 اوفر 4 يبقى ايكوال 3 اوفر 8. خلاص هات البرودكت ايكوال ال اوفر 4 تايمز ام اوفر 4 ال ام اوفر 4 تايمز 4 ب 16، في البلس تنزل 4 عادية، هي هي نفس الدينومينيتور هنا بنعمله تايمز، ال ام بكام؟ نيجاتيف 3. دلوقتي الستيب الأخيرة، فورم الايكويجن اكس باور 2 ماينس، الرول يقول كده اكس باور 2 ماينس السم اكس بلس البرودكت ايكوال زيرو، يبقى اكس باور 2 ماينس السم بكام؟ 3 اوفر 8 اكس بلس برودكت نيجاتيف 3 اوفر 16 ايكوال زيرو. اعمل مالتيبلاي 16 في الاول تيرمز، 16 تايمز اكس ب 16 اكس باور 2، 16 تايمز 3 اوفر 8 ب 6 x، هتجرب 16 تايمز 3 اوفر 8 تطلع لك 6 x. طبعا 16 تايمز نيجاتيف 3 اوفر 16 في نيجاتيف 3 0، يبقى هي اخر واحده دي. برضو ده سؤال اعتيادي بيجي كتير، لازم نبقى عارفينه. L و M two roots of the equation D, then the equation of roots L power 2. الخطوات التلاتة بتاعتنا، الأولد الأول نمسك الإيكويشن القديمة اللي هي x power 2 minus 5x plus 7 كل ده يكون 0، نطلع منها السم اللي هي two roots L plus M
ال ال بلس ام نيجاتيف بي اوفر ايه. طب ما نيجاتيف بي اللي هي البي اللي هي الاكس جنب الاكس، يبقى نيجاتيف ونيجاتيف 5 يبقى 5 بس، اوفر 1 يبقى ايكوال 5. البرودكت اللي هي ال ام ايكوال سي اوفر ايه، سي 7 اوفر 1 ايكوال 7. كده خلصنا البرودكت. خش على النيو، النيو ايكويشن عندنا الروتس بتاعتنا ال باور 2 ام باور 2، نجيب ال ال باور 2 بلس ال ام باور 2 اللي هو الصم بتاعهم. الصم ده بيتفك ازاي؟ ال بلس ام ال اول باور 2 ماينس 2 ال ام. طيب ال ال بلس ام اروح فوق هنا هلاقي ال بلس ام ب 5، يبقى ال بلس ام اشيلها واحط كام؟ 5 باور 2 ماينس 2 ال ام، ال ام ب 7 ده 25 ماينس 14 ايكوال 11. بعد ده الصم. طب البرودكت ال باور 2 ام باور 2 اللي هي تبقى ال ام الاول باور 2. طب ما ال ام بكام؟ ال ام ب 7 الاول باور 2 49. اخر استباية الفور تكوين الايكويشن، تكوين الايكويشن يبقى اكس باور 2 ماينس السم بكام؟ السم اكس بلس البرودكت بزيرو، يبقى اكس باور 2 ماينس السم بكام؟ السم بتاعهم ب 11، السم ب 11 اكس بلس البرودكت كام؟ 49. كل ده بزيرو، يبقى هي الإجابة بي. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا the quadratic equation is not. قلت له طيب the quadratic equation دلوقتي هنجيب السم الأول 1 minus 5i plus 1 plus 5i. طبعا هنا دول كونجيجيت، فأنا باخد الأول أعمله تايمز 2 أريح نفسي، 1 تايمز 2 تبقى. طب وده راح فين؟ نيجاتيف 5 أو نيجاتيف بوست 5 أو 5 أي. تقول لي مستر ما بزيرو، مش واحد بوست في التاني نيجاتيف وما بينهم بلس، يعني كده باخد الأول بلس الأول ب 2، 1 بلس 1 2، باخد الأول تايمز 2 أريح دماغي. ده أنا معلمهولك يعني ومفهمك الكلام ده. البرودكت 1 ماينس 5 أي 1 بلس 5 أي دول كونجيجيت بعض. ناخد الأول باور 2 بلس التاني باور 2 اللي هو اللي جنب الـ I 5 باور 2 25 26. يبقى الـ 4 هنكون equation الرول بتاعها x باور 2 ماينس sum x بلس البرودكت كل ده بزيرو، يبقى x باور 2 ماينس السم بكام؟ ب 2. x بلس البرودكت بكام؟ 26. كل ده بزيرو، يبقى هي الإجابة هتكون A. السؤال ده طالب مننا اي بي بكام؟ اي بي تقول له اي بي مش عارف، بس انا حافظ الرول ان اي بي تانجنت، فا اي بي باور 2 ايكوال اي سي تايمز اي دي كلها، اي سي تايمز اي دي كلها. طب يا مستر هحلها ازاي برضه؟ ما انا دلوقتي في حاجة ناقصة عندي، ايه اللي ناقص عندك؟ انا ناقص عندي انا معايا اي سي لكن مش معايا، معايا اي سي ب 2 ماشي، اي سي ده ب 2 لكن اي دي مش هقدر اجيب ده كله، دي ب 3 معرفش دي بكام. اسمع بقى، هنقف في السيركل الصغير ونعمل كده، ده اسمه ايه؟ ريديوس، ينزل على تانجنت
بتاع السيركل بالبربنديكولار. قصر يعمل ايه تاني؟ يخلي يعمل لها بايسكت، يقسمها نصين قد بعض، فده تبقى ب3 فدي كمان ب3، ده شغل ميدل 3. يبقى اي بي باور 2 ايكوال اي سي اللي هي 2 تايمز كل دي بكام؟ 3 بلس 3 ب6 بلس 2 ب8. يبقى اي بي باور 2 ايكوال 16، يبقى اي بي بس روت 16 ايكوال 4 سنتيمتر، يبقى الإجابة 4 سنتيمتر. اللي بعدها طبعا هنا طالب منك الدي اكس من دي اكس، تقول له يا مستر سهل هتشتغل اولا انت معاك ايه اللي معاك عشان تقدر تشتغل بيه؟ انا معايا اكس اي وي واي، اكس فين اكس اي دي؟ اكس لاي واي لواي، ده الجيفن الوحيد اللي معاك. طب معاك حاجة للاي بي؟ معايا دي واي، تنفع؟ يلا بينا. تقول يا مستر نشتغل في السيركت دي الأول، هنقف كده في الانترسكشن في النص هنا، خليها بلون تاني عشان تبقى ايه واضحة. نقف هنا في النص كده نشتغل في السيركت دي، هنقول اكس سي تايمز اكس اي ايكوال اكس اي تايمز اكس بي. يبقى يلا بينا، هنقول اكس سي تايمز اكس اي ايكوال ايكوال اكس. خلاص طيب هنا احنا اتفقنا خلاص اهي. تاني اقول تاني عشان تبقى واضحة قدامك، تاني اقف في النص شايف؟ يلا اكس سي تايمز اكس اي اكس سي تايمز اكس اي ايكوال اكس اي تايمز اكس بي اكس اي. ده اول حاجة هنروح عند السيركل الكبير، نقف برضو في النص السيركل الكبير السيركل الكبير كله مركز. يلا هنقول دي كله مركز، دي كام؟ دي اي تايمز اي اكس سوري يا سوري يا شباب، الاي هي اللي في النص مش الاكس، مشكلة دي سوري. يلا بينا اي سي تايمز اي واي ايكوال اي اي تايمز اي بي. تمام خلاص، بعد كده في السيركل الكبيرة هنقف برضو عند الانترسكشن دي اي تايمز اكس اي اكس دي اي تايمز اي اكس ايكوال اي اي تايمز اي بي. يبقى تاني اي دي تايمز اي اكس، كل ده انا في السيركل دي هي سيركل 2 تمام، كل اي بي تايمز اي اي تايمز اي بي. طب ما ده زي ده، يبقى أكيد ده زي ده، يبقى therefore إن ال EC times ال EY equal DE times EX. ماشي، هو قال لك XE over EY. XE فين ال XE ده؟ XE over EY
يبقى اكس اي اوفر اي واي ايكوال ده اوفر ده، مرجعش بايدي فاضية، يبقى اي سي اوفر دي اي. معايا هنا يبقى اكس اي اوفر اي واي ب 2 اوفر 3 ايكوال اي سي اوفر دي اي. صح كده؟ صح جدا. طيب انا معايا دي اي ده، يعني انا عايز اجيبه الحقيقه، انا عايز اجيب سي اكس. تقول لي مستر طب انا هعمل ايه بالموضوع دي؟ صح معايا بقى. يبقى الريشيو بتاع الدي ب 2 اوفر 3 صح، يبقى ايكوال، بص بقى بص الجمال، اي سي ودي اكس اي اوفر اي واي. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل دلوقتي اي سي ماينس اي اكس، اي سي ماينس اي اكس ده ماينس ده اوفر دي اي ماينس اي واي ايكوال 2 اوفر 3 نفس الريشيو. يلا عشان هو قربنا نخلص، اي ل سي ماينس اي ل اكس يتفضل اكس سي تاني، اي سي دي كلها ماينس منها الاي اكس دي اتفضل اكس سي، دي اي من دي ل اي ماينس من اي ل واي اتفضل دي واي بس 2 اوفر 3. طيب ما انا معايا دي واي ب 6، يبقى اكس اوفر اكس سي اوفر 6 ايكوال 2 اوفر 3 كروس مالتيبليكيشن ده تايمز ده اوفر ده، يبقى اكس سي ايكوال 4 سنتيمتر. ده سؤال قوي الحقيقة، حقيقة سؤال قوي ما نقدرش نقول غير كده، وده سؤال قوي جدا. هو جه قال لك هنا من رجع لتالتة إعدادي تمام، قال لك اي دي و اي بي تو تانجنت، تانجنتس اي دي و اي بي يبقى ده قد ده، ده كان رول لو انت فاكر. تعال نجيب البي سي، طب ما ده تانجنت مستر، حته دي تانجنت، يبقى بي سي باور 2 ايكوال سي اي تايمز سي دي، سي اي تايمز سي دي، بي سي باور 2 equal سي اي اللي هي ب 3 تايمز السي دي كلها اللي هي 21، يبقى بي سي باور 2 ده تايمز ده 21 تايمز 3 63 اللي هي غالبا خد الروت، يبقى بي سي بس equal روت 7 3 روت 7 سنتيمتر، يبقى البي سي ده ب 3 روت 7. طيب انت عايز ايه يا مستر دلوقتي؟ انا عايز اسالك سؤال، اي سي ماينس اي دي بكام؟ اي سي تعالى كده نكتبها قدامنا، اي سي ماينس اي دي، هو مش اي سي ده كله؟ مش احنا عندنا الاي دي ايكوال الاي بي؟ اه سينس ان اي دي equal ال AB، يعني أنا ينفع أشيل AD دي وأكتب مكانها AB؟ طب وإيه المشكلة؟ يبقى AC minus AB، طب ما AC دي كلها minus ال AB دي هيتفضل الجزء ده، هيتفضل equal ال BC، ما أنا جايب ال BC ب 3 root 7، يبقى الإجابة 3 root 7 سنتيمتر. سؤال حلو جدا جدا جدا. السؤال ده ليه طريقتين للحل تمام، ممكن حد يطلع كمان طريقة. هو جاب لك A A B C D square، يعني قال لك السايد ب 6، يبقى هنا 6 6 6 سنتيمتر. طبعا هو قسمهم على 3 حتت، فده ب 2 ده ب 2 ده ب 2، 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر. قلت له اسمع، قال لي سامع،
دي بكام؟ 90 ديجري. ودي بكام؟ طب 90 طبعا، ودي 90 ديجري. طب الانجل هنا ده دياجونال في السكوير، فدي 45، فدي 45، فدي كمان 45. شايف الترينجل ده الاكس دي اي ده؟ لو دي ب 90 ودي 45 يبقى دي كمان 45، عشان ده ترينجل والانتيريور انجل 180 يبقى 45 45، يبقى اكيد السايد ده بكام؟ ب 2، عشان ده ايسوسيس، ده ب 2 فده كمان ب 2 زايد. طب بص كده، شايف الكبير خالص؟ قول لي يا مستر، شايف ده؟ ده اسمه دي واي اف، مش دي ب 90؟ حلو، دي 45 ودي 45، يبقى ايسوسيس ده ب 4، ده يبقى ده ب 4. يبقى كده معانا في الترابيزيوم الشكل ده، شكل ترابيزيوم اتنين بارل لبعض، اريا، الاريا بتاعهم equal half base 1 plus base 2 times the height، يبقى equal half base 1 بكام؟ اللي هي البيزز دي 4 و 2 times the height بكام؟ height ب 2. تقول لي يا مستر 6. بس هي كده سهلة ما فيهاش حاجة.